في أحد الأيام المملة والمعفنة. آخ يا ظهري، أمس كنت ألعب روبلوكس طول الليل. إحنا بالمتوسط وظهورنا بسن التقاعد. أمنية حياتي لو الحياة الحقيقية زي روبلوكس، نركض ونطاول ونصير صحيين. بنات اليوم عندكم اختبار نهائي في التربية البدنية، اللي تخسر ترسل. حققت أمنيتي بالوقت الغلط. قوانين اللعبة سهلة، كل جولة راح يطلع لون فوقكم، وخلال 5 ثواني لازم تروحون لنفس اللون أو بتطيحون وتخسرون. يلا على الأقل مكعبات بالعشب مو بالهواء. إيه صح، زين ذكرتيني. المدرسة تهتز، أكيد فوزية رايحة للحمام. الله، كل هذا مخويته عشان اختبار رياضة. أستاذة، وش رايك تغيرين الاختبار ويكون اختبار رقص؟ يلا وريني قدراتك، يمكن أغير الاختبار. المهم استعدوا، اللعبة بتبدأ الآن. الجولة بدأت يا ذكياء. سيسكيو، تذكرت تمارين ماما لما كان عمري 2 سنين. حلا لا تدعسين على شعري، ترى متقصف. حلا تعالي، لقيت المكعب. أحس بشي غلط. ليش المكعب حقنا باهت؟ ليه كنت جاية بيوركس؟ لا، احنا بالمكعب البنفسجي، اهربي. هلوف، لا تخرجي من هذه المدرسة وحقق حلمي وحلمك. ما راح انساك يا هلوف طول هالاسبوع، اوعدك اني راح انجح. هذا اللعبة مكملة ما وقفت، الوقت بيخلص. شرفان، ها؟ بس نجي هنا؟ توقعت الوضع دمارك؟ ما قدرت اكمل بدونك، يا نحقق احلامنا مع بعض او اصير فاشلة زيك. شكرا بس ما يحتاج تسفيل. يلا يا بنات ابغى طاقة وحماس. يا ربي قلاني انتفخ. شو دحيكم يا بنات؟ أسيل وش فيك تعبتي؟ لياقتك صفر؟ ما حتسيني حيل أركض. أحلى اختبار في العالم. لازم أفكر في خطة أشغل مخي مو جسمي. خل أحلل نظام اللعبة خلال الجولات السابقة، بعد البنفسجي يجي لون فاتح وباقي لونين ما تكرروا، الأزرق والأبيض، معناها اللون الجاي أبيض. يلا الجولة بتبدأ. ما يحتاج تبدأ، أنا أعرف وش اللون. إيش رايك فيني؟ صح أنا أذكى وأسرع وحدة؟ حرام، شكل أسيل جهة عمى ألوان. ها؟ لا لا لا، حرام، فيها شي غلط. أنا متأكدة من حساباتي، اللعبة غلط مو بأنا. أنا طالبة الامتياز أرسل، لازم أنقل من هالمدرسة، لازم أنقل من الكوكب كله. يا رب المدارس في القمر ما يراجعون ملفي بالأرض. ما عليك، تعالي العبي هون معنا، أكيد المدرسة بتسوي لنا جولة ثانية. يلا على الأقل أفوز بشيء قبل ما أهاجر للقمر. باقي 4 طالبات بس. أستاذة صراحة اللعبة مرة سهلة، تفشت. ولا يهمك، الوقت بينقص 2 ثانية في كل جولة. شكراً، رجع لي الحماس من جديد. كرتون يلا دورك يا أسيل. لحظة، هذه 10 مرة بتفوزين علينا. والله عاد شو أسوي، مو بمشكلتي إني أذكى منك. صدق هنوف فنانة مرة بالأونو، ما قد فزت عليها طول حياتي. ما في أحد ما يخسر طول حياته. ولا في أحد ما قد خسر، شوفي جالسة قدامك. بعدين خلي روحك رياضية، ما يصلح تشكين فيني، ترى شي يحزن وهذا يجرح. لحظة، كيف يمديها بكل جولة تخلص أوراقها بسرعة؟ هنوف ممكن توقفين شوي؟ ما أقدر أقوم، عندي إصابة بالرباط الصليبي. ين الصابة موزية نص الأون وراء. بسم الله، كيف جو هنا؟ شكلها وطيرهم. تستهبلين علي أنتي؟ طيب صدق يمكن الهواء طيرها. حلا أنتي تحسنين الظن ولا متخلفة رسمي؟ إيه حدك، بعدين اللعبة لعبة ذكاء، تغزين تغشين، المهم تفوزين. وإذا مو بعاجبك كلمي الشرطة. ألو شرطة؟ لو سمحت ببلغ عن عملية احتيال كبيرة. تفضلي اعطيني بياناتك. اول اسمي اسيل ابو اصاصيل، اخذت المركز الثاني بمسابقة الرياضيات، المفروض المركز الاول، بس في بنت غشاشة ذاكرت اكثر مني. يا ليل انت اسيل، وش بلاغك هالمرة؟ ها حد نام بالفصل؟ واحدة بفصلي اسمها هنوف شكري قاعدة تلعب وتغش في لعبة الاونو وتشكل خطر كبير على الاستقرار في المنطقة والمناطق المجاورة. وانت كل مرة تخسرين بتدقين علينا. كنت
تتهمني بالخسارة ترى بدق على الشرطة وأبلغ عليك. على الشرطة؟ أدق على شرطة الشرطة. ما علينا منها، خلي نشوف إيش صار على البنات. الأرضية صارت تزحلق، انتبهوا للطيحون. إذا خايفة علينا كذا ليش تصعبينها؟ نورا خلنا نمسك بعض عشان ما نتزحلق. هديل لا تطيحين. إيش عقبات طحت وخلص؟ طحت وأنا أحسب إني الشخصية الرئيسية. شهانة ما صدق بتنقذيني. لا جالسة أصور جنبك، أخلصي يلا اطلعي. كأننا بأنمي أكشن، بآخر لحظة أنقذتيني. يلا ما في وقت، خذي نفس عميق وارفعي نفسك. يقطع إبليس، وش هالفليت؟ خشمي جالس يذوب. لا تخافين، أنت بعيدي أمينة. بس أباطك غير أمينة، لازم أنقذ البشرية وأخلصهم من هذا الأباط الأسطوري. ما صدقني البشرية بتتخرب. إيه باقي شوي تحملي. لا شهانة تصدقين خلاص فكيني، انجي بنفسك وفوزي عشاني أنا راضية. مستحيل أتركك لو أجلس ما سكتك يوم كامل. يوم كامل؟ أقول فكيني لا طيحك معي. الوداع. الله أول مرة استأنس إني خسرت. باقي ثلاث جياكر. ما علي يا هديل، إن شاء الله نفوز بالجولة الثانية. من قال في جولة ثانية؟ خلاص رسبتوا. يلا دام خربانة خربانة خلينا نروح نشتري سكنات. هلا والله، سكنات أشكال وألوان. وبكم سعر السكنات؟ والله شوفي السعر هو خير غالي، رخصي بس. وجه توني ما عدت السعر حتى. خير غالي، سوي خصم. السعر 300 رو بوكس للسكن الواحد. ويا ويلك تقولين سوي خصم؟ خير سوي خصم. أنا ما أقدر أشتري عشان أبوي وأمي مطلقين وما يعطوني فلوس. يا حرام يا مسكينة، خلاص أجل انقلعي دامك ما تمشارية. تذكرين يوم تاخذين مننا فلوس 20 مرة عشان تصلحين الفصل وكل مرة يصير رخيص من قبل؟ إيه أنا أخليه أخيص عشان يصير مناسب مع وجيهكم. اسمعي، بناخذ السكنات بلاش ولا بعلم المدير أنك متزوجة زوجة؟ مسوية تخوفيني، أصلا أنا ناوي أعطيكم إياها ببلاش. الله من زمان وتشاري يكون وردي. Broke people should never laugh. شكرا التالي. أريانا، what are you doing here? يا ربي أجواءهم فلة، يا ليتني معهم. خل أخسر نفسي يعني إني بالغلط عشان أروح أفلها معهم. ذكائي يخوفني أحيانا. النطة الخسرانية. صدفة حلوة بالوقت الغلط. يلا ما عليه الحين بطيح. يعني يوم بغيت أخسر ما أقدر. الثالثة ثابتة. وش ذا اللعبة كلها جلتشات؟ واو نورا شكلك بتختمين اللعبة، وش هالإبداع؟ كنت مقللة من قدراتي لكن طلعت صدق فنانة. إذا بغيت أخسر أفوز وإذا بغيت أفوز أخسر. نورا طالبتي المفضلة مسويت لك خصم خاص، أي سكن تبينه ب 400 ريال بس. بلاك بينك. فرقة بلاك بينك اللي تنافسني بالمبيعات مستحيل ابيع سكناتهم. طيب لبس اي فرقة كورية؟ عندي لبس فرقة كورية جديدة توها منزلت، بس لا تعلمين احد. وش اسم الفرقة؟ اسم الفرقة ستي سي باي. بنات شوفوا سكني الجديد من فرقة ستي سي باي. نورا هذا لبس رايدن شوغن. واو هديل تعرفين الفرقة أكثر مني. اسمعي لو تدقين علينا مرة ثانية بنقطش بالسجن. حتى لو دخلت السجن بدق على الشرطة من تلفون السجن. صدقين أنت تستحقين المركز الأول بالإزعاج. والله جد المركز الأول؟ يعني أنا تفوقت على الكل؟ إيه أحسن واحدة بالإزعاج، احتراف خاص. صراحة ما أدري شو أقول. طيب متى أجي أستلم جائزتي؟ إذا أعطيناك جائزة بتوقفين تزعجين أمنا. لا لازم أستمر عشان أحافظ على المركز الأول. باقي آخر سئلوتين، لأن قلبي طيب شوي راح أقدم لكم صفقة، راح أسرع اللعبة 5 أضعاف ولو فزتوا كلكم بنجح فصلكم كامل، بس لو خسرت واحدة منكم بيرسب باقي الفصل. أنا وملاك إذا اجتمعنا ما في أحد يهزمنا. على أساس لو تركتي ملاك الحالة أحد يقدر يهزمها؟ أي أنت ما استخل،
وش ريحة قاع الهامور هذي؟ الفايزة هي شهانة. رمضان جاي يا ناس روح بلاك فيكم خير لوموني كرشتي طبعا تكبر تعالي ملعك حبيبتي ان شاء الله بتتخطين. ابي سكن اقوى شخصية انمي بالعالم. ما في سكن للعصب معليش. طيب ثاني اقوى شخصية. تمام ما في احترام للمعلمة. اخيرا احس اني صرت قوية والله جد. اجل عطيني سكن لوفي القير الخامس. عند سكن صابون وليفة يمدحونها الله يقرفك. ها حدك ون بيس اسطوري احسن علم ون بيس. عمك عمي متوفي الله يرحمه. احس الناس صاروا يبعدون عني شكل عشاني صرت قوية. تعرفون بنات عشان روحكم رياضية ولطيفات بتعيدين الاختبار؟ نجحينهم لان الروح الرياضية هي الاهم. خلينا اختبار ركس كيب هوب. لا بس كنت بقولكم شدوا حيلكم السنة الجاية.